ألف مبروك. شكرا شكرا. خلنا نتكلم رغم ان المباراة الثانية يعني على التوالي يكون لنا بديل لكن يشارك ويظهر بمستوى جيد. يدخل تكون مزيان. اقول اصلا نبدا ماشي مدرب كيديرني جوج مرات دابا كيدخلني مش انا جيت نلعب بديت ولا ماشي جيت نلعب دخل بانكيو ودابا خصنا نشوف المدرب شنو غيديروا. يقول انه هذه ثاني مباراة لعبها في الدوري ثاني مباراة دخل كبديل. يعني يحب يشوف مع المدرب ويحب يبدا من اول عصر مع الفريق. الجماهير قاعده تطالب تطالب بمرابط اللي يكون موجود في التشكيله في القائمه الاساسيه دائما في بدايه كل مباراه. يعني الجمهور دائما يبغي انت تكون في الاول. والله الحمد لله انا فرحان مع الجمهور وفرحان كنلعب هنا. ايوا المهمه ربحنا ولعبنا جوج ماتشات ستوب بوانت هذا المهمه. ايوا الخير ان شاء الله ومراك ان شاء الله نبدا. مهم جدا يعني حب الجمهور لا يعطي دفع معنوي. ثاني مباراه اهم شيء نفوز في المباريات ثاني مباراه لعبناها ست نقاط وهذا شيء مهم. خلينا نسال عن الجمهور النصراوي اليوم قدم لهم كلاعبين مفاجاه جميله يعني بصراحه. ما كنت زعلان. اليوم الجماهير قدمت لهم مفاجاه جميله بصراحه حضور كبير اهازيج بزاف شجعوا اللعابه كيف تشوف الجمهور؟ اقول له شكرا بزاف وفرحنا مع الجمهور وامبيسيو الجمهور مزيان كيغني كيعاوننا بزاف ولو النصر عندهم جمهور ما شاء الله. يقول لك جمهور الله جمهور كبير ما شاء الله استمتع بأهازيج الجمهور والجمهور يعني على في المستوى. هذه هو قالها بالعربي يعني كلام مشكور خلاص شكرا شكرا.